كلشي بخير، صحة لاباس، كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه. اليوم جيت باش نجاوب واحد خيتي، واحد لي كومونتير اللي حطاتهم ليا، اللي شافوهم بزاف ديال البنات وبقاو تيصيفطوا ليا في البريفي. رشا دخلي شوفي لي كومونتير اللي حطات لك واحد السيده في اليوتيوب، دخلي شوفي هادوك لي كومونتير. المهم انا غنجاوبها في فيديو، علاش؟ حيت انا عارفه غتفرج في الفيديو وعارفها ما قريش، يعني بحكم ان الطريقه باش كتبان لي كومونتير كتبان انها ما واعياش، ما غاديش واخا نكتب لها كومونتير ما غاديش يوصلها بداك الشكل اللي انا بغيت، غتقدر عاوتاني تفهموا غلط كيف ما فهمت هضرتي غلط. وغنجاوبها بالمستوى ديالها، ما غاديش نقول ما نهبطش المستوى ديالها، بالعكس انا هبط المستوى ديالها وغنجاوبها بطريقتها هي باش هضرات، وغنعاود نطلع للمستوى ديالي. واخا انا اليوم الصراحه هي انا وكنت غنصور لكم فيديو من شكل اخر، وكنت في حاجه وصدقت في حاجه اخرى، مرضت بزاف د الحوايج، مي هادشي ما كيمنعش انني غنجاوبها. مع احترامي للناس اللي هضرات عليهم هي، مع احترامي للناس اللي ساكنين حدايا، مع احترامي لجيراني كلهم، كنحترمهم وكيحترموني، وما بيني وبينهم غير الخير. هي بغات تدخل، ما فهمتش انا بنادم باغي يدخل ما بين كيف ما كنقولوا ما بين اللحم والضفر بحال الوسخ. انا ما كان انا من داك النوع اللي كنفضل دائما نكون بعيد على المشاكل. ميرسي ماما. كنفضل نكون دائما بعيده على المشاكل وبعيده على الصداع، ولكن الطريقه باش هضرات استفزتني وغادي نجاوبها، ماشي ما غاديش نجاوبها، ماشي غنجاوبها حيت انا ما عرفتش كيفاش نقول لكم، حيت انا عزيز عليا الصداع. لا، غنجاوبها علاش؟ باش نشرح ليها ونفهم ليها، و حيت الطريقه باش هضرات وعيرتني وبزاف وسباتني، ما غاديش نسكت، غادي نجاوبها. ما كرهتش الصراحه كون عرفت فين كتسكن، كون مشيت وهضرت معاها مباشره. بعت لا فيديو جات سيليا صدعتني، مشيت درت لها الميكياج بيتها. فكيف ما قلت لكم انا مع احترامي لهذوك الناس، الطريقه باش هضرات استفزتني لدرجه انني لقيت عاوتاني كومونتير هاد الصباح من غير لي كومونتير ديال البارح. غنقول لكم علاش هاد الصداع كله، هاد الصداع كله على الفيديو اللي حطيت لكم اللي من قبل ديال السيروم ديال فيسوان. شوفوا دفريني انا ما صايبتهمش كاع، ديال السيروم ديال فيسوان. قلت لكم حيت البنات تيقولوا لي رشا علاش ما كتحطيش واحد، علاش ما كتحطيش فيديو كل نهار؟ راه مادا بيا، قلت لكم راه مادا بيا نحط لكم فيديو كل نهار، ولكن كيكون صداع. الطريقه باش قلت كيكون صداع هي فهمتها غلط. انا قلت كيكون صداع، اه كيكون صداع ما كذبتش، ولكن هنا ماشي عيرت هادوك الناس ولا قلتها بطريقه غير محترمه ولا ما نعرف شنو، ما عرفتش هي كيفاش فهمتها وكيفاش شرحتها لهادوك الناس، كيفاش وصلت لهم الميساج. داكشي علاش غندير هاد لا فيديو هادي، باش تشوفوه هي توصلها الاجابه ويشوفوه هما هي باش يفهموني. انا منين هدرت هدرت على اساس ان وحده يصداع، حدايا الناس كيخدموا صدور، حدايا الناس كيخدموا تابيسري، كيكون صداع لدرجه انني دابا والله الا سد الشراجم باش نقدر نصور لكم هاد لا فيديو هادي، واخا اليوم راه كنصداع غير قبيله ودابا حبس. هادشي قلت لكم عطيتكم السبب علاش ما كنسجلش فيديو كل نهار. جاوبت البنات اللي كيقولوا لي، كيجيو عندي للتيك توك، كيجيو عندي الانستغرام، تيقولوا لي سجلي لنا صوري لنا فيديو كل نهار، علاش ما كتصوريش لنا الروتين ديالك ديال كل نهار، تحطي يوميا فيديو، يعني اليوميات ديالي انا نحطهم في القناه، تولي قناه ديال اليوميات ديالي. انا قلت لكم ها السبب علاش، وراني راه قريبا غادي نتحول فوالا، حيت انا ملي كنبغي نصور فيديو كيكون صداع على برا، واخا كنسد الشراجم تيوصل صداع. هادشي ما كيعنيش انني عايرت هادوك الناس ولا انني نقص منهم ولا انني قلت عليهم شي كلمه خايبه ولا انني قلت لا، يمارسوا خدمتهم كيف ما بغاو، دارهم هذيك حرين في خدمتهم، حرين في دارهم، ما قلتش عليهم شي كلمه دلعيب. انا هضرت على السبب انني ما كنحطش فيديو فقط، ما قلتش غادي نمشي غنقول لهم سكتوا ولا غنقول لهم حبسوا من خدمتكم ولا غنقول لكم ولا نقول لهم شي حاجه، لا هضرت على حاجه ديال سبب علاش انني ما كنحطش فيديو اللي سولوني عليه البنات فقط. ناضت هي وقلت لكم راه غنبدل قريبا، انني غنبدل السكنه وداكشي، ماشي بهذا المعنى هذا، ولكن لمحت فوالا. ناضت هي، اجي عندي انت لي كومونتير سبيني وعايريني، ويلا بغيتي تسكني في الراحه سيري سكني في اكدال، ويلا بغيتي تسكني في الراحه بزاف ديال الحاجات، ويلا بغيتي تسكني في الراحه سيري سكني في اكدال. نجاوبك اختي على هاد النقطه هادي، هادي هي الاولى، الا بغيتي اختي نسكن انا اللي عارفه فين غنسكن، ماشي انت اللي غتوريني.
فوالا كنتمنى ان الجواب يكون وصلك. ماشي انت اللي غتوريني فين غنسكن، ماشي انت اللي غتوريني فين غنشري دار، ماشي انت اللي غتوريني فين غنكري دار، ماشي انت اللي غتوريني كيفاش غنعيش حياتي، واش غنطلق الموسيقى ولا غنطلق القران. هاد الشي حياتي وانا حره فيه، كيف ما انا هادوك الناس عطيهم احتقار وعطيهم واحد الاحترام بيني وبينهم، وانا هدرت على السبب علاش ما كنصورش لي فيديو كل نهار وما هدرتش عليهم بالخيب، مع احترامي ليهم مره اخرى. ولكن انتي ما غنحترمكش حيت ما احترمتينيش. كاين واحد لي ليميت ما كنفوتوهمش، قلتي ليا كندير ليهم تشهير. تشهير اختي ما قلت لا سميه، لكن يا ما وريت ما صورت. تشهير انتي اللي درتي ليا، اللي جيتي عندي وجالسه كتقولي لعباد الله راه ساكنه غير في البلاصه الفلان ومن بعد انتي غير من البلاصه الفلان فلانيه. شوفي اختي، الحسب والنسب خليه بعيد. انا لا جينا نجبدو الجدور والحسب والنسب غنوليو في حاجات اخرين، حاجه ولي لا واش نوصل معاك انا لهذا المستوى. هذه اول حاجه بالنسبه للسكنه، كتقولي لي سيري سكني وسيري سكني وسيري سكني الا بغيتي الراحه. ثاني حاجه باش تقولي لي كنطلق الموسيقى ما سوقكش، انا في داري نطلق الموسيقى، نطلق الغوات، نطلق القران، نطلق اللي بغيت، حياتي وانا حره فيها كيف ما انا ما كنتحكمش في ناس اخرين. انا قلت الحاجه اللي علاش ما كنصورش فيديو كل نهار، ما قلتش انهم ضاريني ولا غنمشي نقول لهم ما ديروش صداع باش انا نعيش. لا، وانتي ما سوقكش في حياتي، انتي ما تدخليش ليا في حياتي، انتي ما سوقكش الا طلقت الموسيقى، انتي ما سوقكش الا تمسقت بالليل ولا بالنهار. هذيك حياتي الشخصيه وكنطلقها بالمستوى اللي انا كنسمع ليه. الا انتي سمعتي الموسيقى فانتي طالقه ودنك بحال البارابورات. هادشي الا كنتي اصلا انتي قريبه لهاد لونطوغاج، انتي داكشي اللي كتشوفي في لي فيديو كتشوفيني طالقه الموسيقى ولا شي حاجه ما سوقكش. انا عارفه كيفاش نعيش حياتي، ماشي انتي اللي غتوريني كيفاش نعيش حياتي. تاني حاجه اللي عايرتيني بها وقلتي لي تشي يا اخت كتكون في العراسات ما كتكونش في الديور المحترمه، داري محترمه اكثر منك وانا محترمه اكثر منك، حيت انا ما مولفاش كنعاير عباد الله، حيت انا ما مولفاش كنهضر في عباد الله، حيت انا ما مولفاش كندخل نعاير عباد الله بكيفاش عايشين حياتهم. هذيك ربي ما فرق الريوس الا وكل راس دير اللي بغات. كون كان ربي بغاك تحكمي فيا كل راسي لاصق على راسك ولا انا ساكنه معاك في نفس الدار. احترامي ومستوايا وطريقتي د العيش بزاف عليك، واخا ما كنبغيش نوصل لهذا المستوى هذه ونهضر بهذه الطريقه هذه، ولكن بلادنا كيخليك توصل لهذا المستوى. هذه هي الحاجه اللي من بعد. ثالث حاجه غنعطيك واحد الحاجه وديرها زوها هكا في ودنيك وخليها في ودنيك عمرك ما تنسيها. راه مازال ما خلقتش ولا مازال ما خلقش هاد الانسان اللي يجي يتحكم ليا في حياتي ويقول لي كيفاش خاصني نعيش وشنو خاصني ندير وشنو خاصني ما نديرش، ويقول لي ما تطلقيش الموسيقى وعلاش ولا علاش كتسمعي الموسيقى ولا علاش هادي. مازال ما خلقتش حيت انا حره في حياتي، ما كيصرف عليا حد، ما كيعطيني حد حتى شي حاجه. كيف ما انا كنحترم الناس كيحترموني، وما عمر شي واحد شاف مني قله الحياه، بالعكس كنسمح في حقي وكنسكت. شهاده الجامعه الحمد لله، وجيراني كلهم انا بخير معاهم، عمر شي واحد منهم شاف مني شي حاجه دالعيب. 3 سنين دابا وانا ساكنه هنا، وتجي انتي ما عرفتكش حتى فين ساكنه، ما عرفتكش حتى منين انتي، ما انتي قريبه ليا، ما انتي كتباتي حدايا، ما انتي ساكنه حدايا، وتجي تقولي ليا كتلقي الموسيقى حتى الليل باش من حق. شكون انتي؟ داري نطلق فيها الموسيقى، نطلق فيها الرعد البرق، شغلي هادك. وكتقولي لي لا هادوك الناس اللي كتهضري عليهم راهم عاطين فلوس في دارهم، حتى انا اختي عاطيه فلوس. ياك ما كيحسب لك الانسان غير كيجي وكيسكن، حتى انا اختي عاطيه فلوس في ظهري راه ما لاقياهاش. ما عندكش الحق تهضري معايا بهذا المستوى، وما عندكش الحق تهضري معايا بهذه الطريقه، وكنتمنى ان الميساج يكون وصل لك. وكيف ما قلت لك انا ما بيني وبين الناس اللي ساكنين حدايا غير الخير والاحسان. انا سولوني البنات علاش السبب ما كتصوريش فيديو كل نهار وتحطيه، عطيتهم السبب فقط وقلت لهم راه قريبا غادي نحاول ندير شي حل
يا غنبت البلاصه السكنه، حيت انا ما الانسان كيقلب على راحته هي الاولى، ما كيقلبش على شي حاجه اخرى. يا غنبدل بلاصه السكنه، يا عطانا الحلول، يا غندير على شكل استوديو في الدار في شي بيت معزوله. المهم انا شغلي هذاك، ما شغلكش انتيا. انا منين جاوبت المتابعات ديالي ما شغلكش انتيا. انا لحد الان مازال ما عرفتكش كيفاش دايره في وجهك، مازال ما عرفتكش فين ساكنه، مازال ما عرفتكش كيفاش دايره. حيت انا كون عرفتك كانت غتكون هضره اخرى، كنت غنلجأ لطرق اخرى، ماشي كنهددك، كنت غنلجأ لطرق قانونيه باش ما تحرفيش عاوتاني هضرتي. كنت غنلجأ للقانون، غنلجأ لبزاف د الحوايج باش تجي وتعايريني وتسبيني وتهينيني في كرامتي وفي شرفي، وتقولي حتى شي اخت كتكون غير في العراسات ماشي في الدير المحترمه. اذا اختي انت مولفه حتى شي اخت وعارفه فين كتكون. اما الناس راه كيديروا في ديورهم اللي بغاو، يشطحوا يرتحوا يغنيوا يطلقوا الموسيقى يطلقوا الشعبي يطلقوا ما نعرف شنو دارهم، يعني محترمين من راسهم دايرينها وسط دارهم ما شافوا حد. مادام انت كتعرفي البلايص اللي كتكون فيهم حتى شي اخت، اذا انت مولفه بها. وهذا الشيء اللي كاين، وكنتمنى الميساج ديالي يكون وصل لك، حيت انا من الناس اللي كنمشي بجنب الحيط، ولكن ملي كيجبني شي حد ما كنقدرش نسكت، ولساني صليت، ما كنقدرش نسكت، وكنقدر نجرح الانسان اكثر مما هو جرحني، حيت دخلتي في ما لا يعنيكي. انا منين هضرت على الصداع هضرت جاوبت البنات اللي كيقولوا لي حطينا فيديو كل نهار، انت اش دخلك؟ ما فهمتش شنو دخلك، ما عرفتش، وانا جاوبتك. المهم نهاركم مبروك احبابي. هاد لا فيديو ما نقولش لكم كنتمنى انه كنتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم، ولكن هاد الفيديو حطيتها خصيصا جاوب لهاد السيده هادي. انا الناس كنحترمهم، كانوا كيحترموني، بالعكس كنتلاقى بالناس. الناس اللي عندي في التيك توك وفي الانستغرام راه اكثر من اللي عندي في اليوتيوب. اليوتيوب يلاه عندي فيها ما كملش حتى 10 كا، في الانستغرام راه عندي تقريبا 300 كا، وفي التيك توك عندي تقريبا 300 كا، قريبا 300 كا، وفي الانستغرام عندي تقريبا 40000، قريبا 40000. وكيحترموني ناس كنتلاقى بهم، خصوصا الناس ديال التيك توك كنتلاقى بهم، كيتلاقاو بيا كيتلاقاو بيا البنات، كنضحكو كنشطو عادي، كنتبادلو لي كونتاكت باش كنبقاو اون كونتاكت مع بعضياتنا. كيحترموني الناس وكنحترمهم، سواء اللي ساكنين حدايا سواء اللي ساكنين حدايا سواء اللي بعاد. مي كيكونوا بعض الطفيليات، ما فهمتش انا، ما بنادم كتكون عاطيه اتساع، ما ضروا حتى شي حاجه، هو كيبقى ينبش فيك. وكيف ما قالوا الناس الاولى، اللي دوا قلبو تكوى واللي سكت قلبو تنكت. ونهاركم مبروك، سلام.